بين التمثيل والإخراج وتصميم المعارك. يبدع الشاب الفلسطيني محمد شرف. آخر أعماله كانت الفيلم القصير مكان أحلى، الذي يتناول قصة شاب فلسطيني يبحث عن ملاذ آمن وحياة كريمة. نتابع مقتطفات من الفيلم ونعود لنتعرف أكثر على محمد شرف وأعماله. نتعرف أكثر مشاهدينا على محمد شرف الذي انضم إلينا هنا في استديو صباح فلسطين، وبدنا نبدأ طبعا معه بصباح الخير. يا هلا فيك محمد، صباح الخير. يسعد لي الصباح وصباح فلسطين. يا هلا فيك. يعني بالبداية أنت شخصية معروفة عند عدد كبير من المشاهدين من جمهور الشاشة الصغيرة والشاشة الكبيرة، لكن بيجهلوا مين هو محمد شرف، لأنه دائما أدوارك بتكون أدوار صغيرة، لكن بتترك بصمة عند المشاهد من خلال أدائك المميز وشخصك المميز. خلينا نحن والمشاهدين نبدأ طبعا بالتعرف عليك. خلي ليك. أول شيء بحب رحب فيك، رحب المشاهدين. أنا شاب طموح، بلشت حياتي رياضيا. انا ميدليست تشامبيون ريسلينج، انا بطشر اوسط مصارعة حرة، ماستر بالام ام اي، ومصمم معارك، مصمم معارك بروفيشنال فايت. يعني كل شيء بروفيشنال بتشوفه انت بمسلسلات او بافلام كتير بكون في بروفيشنال، بكون في اليد فيه. انا جدير بالذكر حوالي بوخارست، طبال، مسلسلات مصرية، مسلسلات لبنانية كتير مثل حبة كراميلا. بحكي أنا هول ليتلي يعني. أنا ممثل، درست تمثيل وإخراج، وكللت هذا الدراسة مع موهبتي بالكوريغرافي فايت. سو بيطلع صار في تناغم أو تناسق بين الكاميرا والمشهد. ما شاء الله عليك فنان شامل يعني، وإضافة إلى كل هذه الميزات اللي عندك، في ميزة كتير أساسية إنك أنت لاجئ فلسطيني في لبنان. هيدا شرف. ومبدع. خلي يعني كتير عم نحكي اليوم عن المبدعين الفلسطينيين في الشتات الفلسطيني، لحتى نأكد على أنه اللاجئ الفلسطيني عم يعمل إضافة بالبلد اللي عم يكون ضيف فيها. نحن بظل الامكانيات فيك تقول شبه معدومه او فيك تقول معدومه، نحن عم نروح للحد الاقصى ان نترك بصمه او انطباع جيد عن كثير من فئات، عن كثير من عالم فعالين بهالبلد. عم نترك بصمه حلوه، عم فرجي انه الفلسطيني مش بس شاب قاعد على الطريق قاطع عمل، فلسطيني هو فعال بالمجتمع، له انطباع، له حضور، له حضوره. نعم. عم بيترك فرحه، عم بيترك هيدا الشيء هيك الماجيكال، بيعطيك هالتاتش. عم يساهم بكل نواحي الحياه بالبلد اللي عم يكون مثل ما قلت ضيف فيه، ومنا طبعا لبنان. طبعا كل يعني صفه من صفات اللي ذكرتها عن نفسك بالسيفي تاعيتك اللي حكيتها محمد لوحدها بتحتاج يمكن حلقه لحتى نحكي فيها، لكن خلينا هيك نمرق على عجاله على كل هذه المواهب اللي بتتمتع فيها. بالبدايه بدي اسالك، قد ايه الرياضه خدمتك بانك تكون هذه الشخصيه وتفوت الى عالم التمثيل؟ لانك بلشت بالرياضه كما قلت. نحن خبرك، نحن كلاجئين فلسطينيين بتعرف انت امكانيات تبرز حالك شوي محدوده. فمثل اي شاب بنروح للرياضه. الرياضه هو اسهل ملاذ انك انت تبين حالك او تبرز حالك. فالرياضه كان لها فضل كبير علي انه بين شخصيه او تنمي شخصيه محمد شرف. التواضع هو اهم شيء بصفه الرياضي. نعم.
بإضافة إلى حضوره، بإضافة إلى تعاطيه مع العالم. سو من عالم الرياضة بالصدفة أنا فت، أنا بدرس بزنس أدمنستريشن، بالصدفة عملت شيء لمشروب طاقة فكنت إعلان، فكنت أنا كتير مبدع بالرياكشن وبتصميم المعركة اللي كانت. فنصحني المخرج قال لي أنت ليش ما تدرس شيء خاص بالإخراج، أو قال لي أنت زلمة مبدع. قلت له أنا أوكي، يعني هي كانت دعاية تتراوح بين فتحت تسعة، أمامك تتراوح بين 9 و12 ساعة تصوير السينما والتلفزيون 100%. فأنا يمكن عشان شوي تالنتد شلنا الدعاية بأربع ساعات خمس ساعات. سو هي واز لايك اتس ا بيج ديل فور هيم. فبلشنا ندرس إخراج وعملت كتير دورات وركشوبات تمثيل، وهذا الشيء خدمنا صرنا ندمج بين هويتنا وشيل شغف طاولنا. طب عالم تصميم المعارك كيف دخلتوا هيك؟ عرفنا عليه شوي، نحن منشوف المعركة قدامنا على الشاشة لكن ما بنعرف كواليسها. للأسف انه نحن بعالم العربي ومؤخرا انا كان في عندي تصادم مع شخص عزيز علي، بفكره انه خلص انه let's have a fight so let's shoot it. خيلا نحن حتى نعمل شيء بروفيشنال بدنا اول شيء نعمله نشوف هيكليتك انت كانسان، انت بتقدر تتحمل في معاناه بالحركه، في عندك بكون انت حركتك صحيحه مزبوطة، بكون وقعتك صحيحه عشان ما تاذي حالك، بده يكون الزلم اللي عم يتلقى منك الضربه بنفس الوقت تقنع المشاهد. اقل شيء خلاص، صحيح نحن في عنا اكسات بتخبي الضربه وبتخبي، بس بالنهايه انت بدك تكون مور بروفيشنال عشان تطلع بأقل أخطاء ممكن. وقد بتعتمد على الخدع بتركيب المعارك اللي كتير قليل، كتير قليل. عشان نحن بهذا المجال في عنا عالم كتير أسماء قوية. فأنا بعتمد على مصارعين حقيقيين جديرين بالذكر، مصارعين رفعوا اسم لبنان ورف برا، فريد أبو فخر وفؤاد عطوة وشباب فهو بيستخدمهم، كيف بيستخدمهم؟ مش عايين شو قلوا؟ لا بيشتغل أنا وياهم، بيشتغل أنا وياهم بيستخدمهم بيشتغل أنا وياهم على هذا التصميم معارك، صار بيطلع more professional. نعم. فطبعا من طبعا التصميم المعارك أيضا كان لك أدوار في العديد من الأفلام والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ذكرت البعض منا، لكن ما أخذت ولا مرة بعد دور رئيسي. شو اللي بيمنع؟ أول شيء أنا ضخم، والمشكلة إحنا بنعتمد المشكلة بالعالم العربي إنه كاركتر ضخم لازم يكون يا جانجستر يا يكون رئيس عصابة أو يكون مجرم. فهذه المشكلة اللي عنا. أنا طلعت بكذا ضيف شرف بكذا، بشوفك بادي جارد كمان بكثير من هلا ليتلي أنا بطلت شوي على البادي جارد، صرت سيطلعون ضيف شرف يعني يكون في إلي حلقة كاملة إلي. مثلا أنا في آخر مسلسلين عملتهم، في مسلسل منهم قال لي، دق لي المنتج بيقول لي أنا مسلسلي عم بيقع وأنا بدي حدا يشيل لي مسلسل. سو هيدي الكلمة بترك عندك انطباع بمسؤولية كبيرة. وكنت انا ضيف لهذا المسلسل وكان اعطى اصداء كثير حلوه، بالاضافه لهلا في عم ينعرض على نتفليكس مسلسل اسمه دولار للمبدع عادل كرم، مبدع عادل كرم وقبل بشوشه والمخرج العظيم سامر البرقاوي. سو انا كنت ضيف فيه وكان لي شرف اشتغلت معهم. سو بعتقد انه بطل كسرت شوي من ناحيه انه انا بادي جارد وشو. يعني برأيك هذه الأدوار حتى لو كانت أدوار يمكن مدتها قصيرة بالمسلسل التلفزيوني أو بالفيلم، لكن هي أدوار رئيسية وبتترك انطباع عند المشاهد، يعني بتبسطك بتفرحك؟ خليني خبرك شو بتخليك تقول أنه أنا حققت طموحي من وراء، خليني خبرك عقب هذا الموضوع بشكل مهني أكثر. أنت لما بدك تصور، أنا كمخرج بدي صور، بدي أخذ فوتو أو بدي أخذ بانينج على شيء، بدي حط هذا الشخص، إذا حطيته على خلفية سادة هتطلع باهتة الصورة. بدي حط حده اكسسوريز، بدي حط حده إشياء
تبرز هيدا الشخص. إضاءة مرتبة. سو نحن كعالم سبورت للبطل، مش عبكون أنا بطل، عبكون سبورت للبطل. نحن بإمكانياتنا ببروفيشناليتي تاعتنا عم نظهره هو بطل، يعني هو بلانا عم يطلع باهت. سو نحن لنا دور كبير بالمسلسل كونا إضافي بكل معنى الكلمة، لأنه بدونكن عن جد أي عمل بيكون دائما دور تاني، دور تاني هو بيكون دور. ما في شيء اسمه دور بسيط أو دور ثانوي، لا لا لا، ما في شيء اسمه دور ثانوي، في شيء اسمه دور تاني. بالآخر كله فريق عمل، مفروض كله مع بعض يظهر القصة والقضية اللي عم تطرحوها. أستاذنا كريم مع عادل كرم كان في تجانس كتير، يعني كان في إشياء مش مكتوبة. سو اسأله شو لك تعمل هاي، يقول لي شو لك نعمل هاي. سو طلعت حلقة سوبر مهضومة وكان فيها عفوية جدا. سو هذا التجانس بين العالم هي اللي بتخلق هالمود الحلو. لم يكتفي محمد شرف بأنه يكون ممثل كمان ومصمم للأحداث والمعارك في الأفلام، إنما ذهب إلى يعني تنفيذ رؤيته الإخراجية أيضا في العديد من الأعمال، إن كان تلفزيونية وربما سينمائية. خبرنا عن هذه أيضا الميزة اللي اكتسبتها. سيدي الكريم، بالإضافة لهذا الشيء، أنا في عنا وجع نحن دائما متربص بعقلنا ووجداننا، هي رجعتنا على الأراضي. ووجع كونك لاجئ، ما فيك تظهره إلا بطريقة فنية. ما فينا نوقف ونصرخ أنا لاجئ وموجوع، لا ايه؟ بدنا نفرجيها للعالم أنا فنان وفينا أعطي شيء حلو. مكان أحلى هو كان الصرخة اللي الهاتف، الحمد لله صبت فيها عديد من هو بكورة أعمالك فينا نسميه، يعني أول عمل أنت بتعمله. مش أول عمل، بس هيدا أول عمل بحكي وجعنا. أول عمل فيني أنا أقول لما فوت فيه على فاستيفال بقول أنا هيدا العمل بقدر أتحدى فيه، هيدا العمل أنا بقدر أقول هيدا إلي بكل أنا موجود 100%، أنا موجود، أنا لاجئ فلسطيني موجود عم بتحدى العالم بهذا العمل. خبرني البصير. عنه لأحلى مكان. نحن كشوتات فلسطينيين طبعا تهجرنا على كذا بلد، منهم سوريا الحبيبة. جسدت الشعب الفلسطيني بشخص اسمه جهاد، سميته جهاد مش عن عبس، عشان نحن مجاهدين بكل معنى الكلمة، بلقمة عشنا بحياتنا. فجهاد مثل كل اللاجئين بمخيم اليرموك، انضرب المخيم فهرب المخيم اليرموك واجى على لبنان. على المخيمات هون، المخيمات هون للأسف ما قدر تستوعبه أو ما تتعاطى معه أو تتعامله، فقرر أنه يهرب من لبنان. بتعرف أنت في تجار دم كتير مثل ما هلا بتاجروا فينا، تجار البشر هولي. هذا مش تجار بشر، تجار دم بحرف. تجار بشر ممكن يتركك عايش، بس تجار الدم حياخدك على مجهول ويقتلك. فيا سيدنا الكريم، كان جهاد لما يهرب من القصف كان يشوف شخص لابس أسود ضخم كتير، دايما هيك يتش بدنه منه يهرب منه، بس دايما يكون خياله، بس ما يحكي شيء، بس يفتح ايديه عشان يعبطه، دايما بس يشوفه يغير اتجاهه. حتى كان يراوده بمنامه، حتى بأحلامه، حتى بأكله بشربه يحسه انه هو معه، إلى أن اتفق مع تجار الدم انه يفللوا من لبنان عبر يساعدوا على الهجرة عبر العبارة. فهي العبارة يا سيدنا كريم ما بتحمل الا كم شخص. بتعرف انت الزلمة طميع بده ياخد اكتر نسبة عالم. فهذا الشخص يا سيدنا الكريم طلع بالعبارة وغرق، بموته دلوا على الشاطئ اللبناني. فبيجي هيدا الشخص اللي كان دايما عم يلاحقه بشله روحه، بقول له امشي معه، بيطلع فيه هيك بقول له انا انت مين ليش عم تلاحقني دايما، انت شو بدك مني، ليش باحلامي باكلي بشربي ليه عم تلاحقني دايما، حتى بموتي لحقني. هو بعده مش مدرك انه ميت، فبيطلع بلاقي جدته بقول له هيدا انا، يعني انا ميت، يعني انت الموت. هون سيد الكريم عم نشوف قديش الشعب الفلسطيني حتى الموت عنده صار ملاذ للفرار. لما يصرخ كتير جهاد وينتحب انه هيدا جدتي، حتاكلها الطيور هلا والكلاب، انت لوين اخذني؟
بيقول له بس كلمتين هذا الشخص بيقول له كلمتين في جيرون لمكان احلى. نحن دائما نهرب لمكان نقدر نعبر فيه او نبدع فيه، فبتمنى انه ما يكون المكان احلى يكون طبعا ان شاء الله الحياه بيكون المكان احلى. وبالفعل يعني من خلال يعني هيك روايتك لاحداث هذا الفيلم بيأكد انه هو فيلم جميل ومشوق بنفس الوقت، وايضا في رساله. هل كان لك مشاركات بما انك ذكرت يعني قبل ما تحكي احداث الفيلم انه انت بكل شرف بتقول انه هذا فيلمي، شاركت فيه بمسابقات 100%؟ شاركت بكذا فيستيفال واخذنا عليها جوائز. اخذنا وين شاركت؟ على صعيد لبنان وسوريا في فيستيفال اسمه دراما اكاديمي، اخذنا جوائز وتروفيات، وعلى صعيد العالم العربي الاردن والمغرب اخذنا كمان تروفيات. كان في لنا حضور والحمد لله. كان العالم بس تطلع من انا يؤسفني انه كان العالم تبكي، بس لازم اقل شيء. بس برايك وصلت الرساله من خلال هذا الفيلم؟ يعني بما انه الناس المشاهد تاثر الى هذا الحد، تعاطف مع هذه الشخصيه. اخي العزيز، انا قد ما متاثر يعني الفيلم نجح والرساله وصلت. انا قد ما كنت متاثر بهذا الفيلم، انا مثلت فيه دور الموت. يعني انا كنت عم بطلع بوجه شاحب بطقم اسود، عم بطلع بشكل مخيف. يعني حتى يعني فيك تقول هذا الفيلم كان ابني بكل معنى الكلمه. حتى الفويس اوفر لاخر شيء قلته كان بصوتي، كنت عم تعيشه. كان جدا بكل جوارحك. محمد، قبل كم يوم استضفنا كمان يعني احد المخرجين والكتاب الفلسطينيين وحكي كثير عن معاناته مع الانتاج. كيف محمد شرف قدر يعمل هذا الفيلم علما انه يعني عارفين المنتج يعني جبان اذا مع شخص منه نجم شباك ومنه ضامن الربح من خلال هذا الانتاج؟ كيف تمكنت من انتاج هذا الفيلم؟ اخي العزيز، لك اول شيء هذا مجهود شخصي بحت. وانت لما تكون نوعا ما معروف بهذا العالم بكون في عندك انت كتير فضل على كتير عالم. انا ثلاث ارباع السينيورز انا بساعدهم بالاخراج، بساعدهم بالتمثيل، بكون اكتنج كوتش. خدماتك السابقه خدمك يعني 100%. سو بدي انا مثلا والله ممثل، سو انا بدق لممثل انا بقدر يقنعني. بدي انا مثلا مصور، بدق لمصور بقدر يقنعني. بدق مثلا سو هالتراكمات ولد عندي تيم محب. يعني انا لما كنت اتعب بالتصوير لا قوم بشرفها خلينا نصور. سو هذا الحب العالم فقدته، ونحن بنشجع على دائما. لك اذا بتعطي خير بده يرجع لك. كارما دائما بتعطيك شو ما بتعطي. صحيح، يعني كل تراكمات الخير اللي عملتها حصدتها بانتاج هذا الفيلم. هل نحن على موعد مع انتاجات اخرى لمحمد شرف؟ ان شاء الله. في عندي شيء خلص كتابته قريبا بيحكي عن المخدرات وقفات المخدرات، بيحكي عن وجع الشعوب، بيحكي عن الهروب الى نحن دائما بنلاقي اسهل نوع الهروب. يعني انا بدي اهرب، بهرب لمحل انه احس حالي انه انا مرتاح راسي، مرتاح جسمانيا. سو هذا بيحاكي نوعا ما عن افات القفه او المخدرات او كيف فينا نخلص منه. نحن لكن على موعد مع انتاجك الجديد محمد، كما ابدعت وابهرت المشاهدين في اعمالك السابقه وفي مكان احلى، ان شاء الله ايضا بتحقق نجاح في مشاريعك المستقبليه. هذا هو محمد شرف مشاهدينا، نموذج عن الشباب الفلسطيني الواعد والمبدع والذي شكل اضافه في مكان اقامته في لبنان. شكرا لك محمد، وبتمنى لك كل التوفيق. بدي بس اقول كلمه لمحمود درويش انا كثير بعتز فيها. شباب كلنا فينا نردد هذه الجمله دائما، قف على ناصيه الحلم وقاتل. دائما نحن بس يكون في عندنا حلم قاتلوا لاجله وصالوا. السلام عليكم. رائع، صباح الخير. حلو.